مباراة النهاردة أمام سيراميكا أكيد هتكون مباراة صعبة بكل تأكيد على الزمالك، لكن يا ممر علينا، يعني يا ضجت على الراس طبول على رأي الفنان محمد هنيدي. ودايما الزمالك الحقيقة بيمر بحاجات صعبة كتير، لكن دايما بيكون قدها. في غيابات كتير عندنا، في مشاكل عندنا كتير، لكن تيشرت الزمالك يكفي لتحقيق النصر أكيد دايما يا نيرفانا. جمهور الزمالك يا إنجي يعني متفائل بعودة الأداء الجيد، والأهم عودة الروح كمان، عشان كده سألناهم في الشارع الأبيض عن توقعاتهم للقاء النهاردة، ومين يا ترى يعني فرس الرهان اللي يعمل زي شيكابالا كده ماتش القمة، أو سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه قصاد البنك وينزل كده يقلب المباراة في حالة لو الزمالك كان متأخر. تعالوا كده نشوف توقعاتهم المرئية ونرجع تاني. توقعاتك لماتش الزمالك وسيراميكا والنتيجه، وشايف مين ممكن ينزل يقلب المباراه في حاله تاخر الزمالك؟ ان شاء الله الزمالك يكسب 2-1، ولا هينزل يقلب المباراه ان شاء الله يوسف اسامه نبيه. ان شاء الله الزمالك هيكسب مش هيتاخر، وان شاء الله يوسف اسامه هيكون نقطه تحول، وسيف جعفر وشيكابالا. ان شاء الله الزمالك هيكسب 2-0، وزيزو هيجيب جون، والتغيره اللي هتنزل تقلب المباراه، ونجم عشان لعيب سريع وبيرفع اوفرات كويس. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-1، وطبعا شيكابالا هينزل في الشوط الثاني، فاكيد هيبقى ليه تاثير كبير، ومتوقع ان شيكابالا هيجيب جون في الماتش دوت. انا متوقع النتيجه هتبقى 2-0، واللي هيغير اللي هم يوسف، يوسف هيغير من مكان اللعب اللي هو الطريقه اللي بيلعب بيها، لان انا بشبهه بسيزو بالظبط. طريقه لعبه لو انت لاحظته عليه هتلعب بطريقه زيزو بالظبط تبقى الاصل. متأخر مين اللي يقلب المباراة؟ اللي يقلب المباراة نزول شيكابالا، لأن بيدي حماس للعيبة، بيخليهم كل واحد بيطلع اللي عنده، الطاقة اللي عنده كلها. إن شاء الله الفوز للزمالك، إن شاء الله 2-0. شيكابالا ما فيش حد بيصنع الفريق غير شيكابالا في مصر، مش في الزمالك بس. موهبة يعني، موهبة وموهبة مش قليلة. شيكابالا نجم، مش نجم قليل يعني. إن شاء الله بإذن الله توقعاتي للمباراة 2-0 للزمالك. وان شاء الله باذن الله اللاعب اللي المفروض اصلا ينزل اساسي، وهو لو نزل هيقلب الماتش، هو طبعا شيكابالا رقم واحد معروف، هو صاحب الكوره وصاحب الملعب، يعني ما فيهاش كلام. دي توقعاتي ان شاء الله نادي الزمالك يكسب 2-1، ويكون نجم الماتش يوسف اسامه نبيه. هو اللاعب اللي ظاهر دلوقتي، بان ان هو في ماتش الاهلي، ان الموضوع مش صدفه، الراجل نازل عارف هو عايز يعمل ايه، بيفكر ازاي. طبعا معانا كوتش عالي جدا فيريرا، بروفيسور زي ما بيقولوا، بيقعد يقرا الماتش، وبصراحه يعني بانت في ماتش الاهلي اللي فات تغريده يوسف اسامه نبيه، نزل ناحيه الباك ليفت قلب الدنيا، وهو ده الوحيد اللي بيقلب الدنيا دلوقتي، طبعا مع شيكابالا طبعا اكيد يعني.